هذه مدينة سيان بارك، مدينة ألعاب مائية وكهربائية. احنا الحين حاليا في لعبة الجندول. هذا رأس الأسد، هني أقوى انحدار للجندول. اليوم 21/8/2018، تايلاند بانكوك. واو واو، هذيك لعبة القطار، قطار الموت، نسوي زوم عليها. انزلوا، هذه أول لفة، ثاني لفة، ثالث لفة. يا سلام يا سلام يا قطار الموت، ويصعدون ويرجعون للخلف بعد ما كانوا القطار متوجه للأمام، النزول يصير للخلف. وهذا هو نزل القطار للخلف. من أجمل قطارات الموت في العالم، تايلاند بانكوك سيان بارك. الدورة الثانية، الدورة الثالثة، والتصوير من متن الجندول. هذا مكانين دخول وخروج الجندول. هذه آخر لفة للجندول مسموح فيها، أنا صاعدها. تذكرنا بأيام المدينة الترفيهية. نتمنى إن شاء الله تفتتح عن قريب في الكويت. ونتحرك إلى الجندول. كان الجندول من أهم الألعاب في مدينة الكويت للترفيه، مدينة ترفيهية. بدأت عملية الصعود.